السلام عليكم البنات، كديري؟ لاباس عليكم خوتي خواتاتي داخل الوطن وخارج الوطن، جميع خوتي كنسلم عليكم. كديري؟ لاباس عليكم. نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله يا ربي. هذا الفيديو ما فيه لا طياب لا حتى شي حاجه، كيف قلت لكم غنخرج شويه ندور شويه في المدينه، نتلاقى مع شي بنات صحاباتي وغندورو شويه وغنشارك معكم البلاصه اللي مشيت لها. مازال ما عارفاش فين غنمشي، والله ما عارفه، عاد غنتلاقى مع واحد البنت في هذه البلاصه في المدينه، غنمشي دابا في الترام وغنتلاقى معاها في المدينه وغندور. المهم غنشوف فين غنمشي، شي بلاصه غنصورها لكم غنشارك معكم. المهم داكشي اللي غندير وصافي، كيف قلت لكم اختكم دائما كتبغي تشارك معكم داكشي اللي دارت، سواء الطياب سواء في الدار سواء في خرجت. المهم اللي درتو راه كنبارطاجيه معكم. قبلوا على اختكم فاطمه واجيو معايا ان شاء الله. انا غنخرج دابا غنتلاقى مع البنات في المدينه وغندورو شويه. دابا كاين هاد كورونا وهاد الحجر الصحي شويه مزيرين شويه، ولكن حنا غندور شويه وصافي. المهم غندير الكمامه ديالي وصافي، غير الواحد يخرج شويه وصافي، عينا من الدار نخرجوا شويه للمدينه ندورو. وداكشي اللي فين مشيت انا عنديكم معايا، انا نتلاقى مع البنات وفين مشينا نشاركو معاكم. واجيو معايا ان شاء الله، انا خصكم ما كتخبي لكم حتى حاجه. يلا خوتي وانتم معايا، شكرا لكم بزاف.